يا سلام عند زكى من رعود يا سند وموسى لأهل الجمال من علي طميمة بينكم وفود حبلكم واجب علينا الاعتمال يا سلام عند زكى من رعود يا سند وموسى لأهل الجمال يا سلام عند زكى من رعود يا سند وموسى لأهل الجمال من علي طميمة بينكم وفود حبلكم واجب علينا الاعتمال يا سند زكى من رعود يا سند وموسى لأهل الجمال من علي طميمة بينكم وفود حبلكم واجب علينا الاعتمال يا سلام عند زكى من رعود يا سند وموسى لأهل الجمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد مساءكم بالخيرات ويوفقنا وإياكم لعمل الطاعات ويبارك العريس سنة ويبارك عليه ويجمع بينهما في خير. أما بعد، فالفانا وعلمنا، وصلت دعوة كريمة من الخال أبو سند إلى الشيخ علي بن طام الفارسي، وأبو سند هو الخال في مقام الأب، راعي الجمائل وراعي الأولة وراعي اليد اللي ما تده وما ترتد. أجينا مع الشيخ علي طامي بهذا الصف المجمل وهذا الزامل تكريم لأبو سند والعريس سند، ومعنا عطى مقداره 6500 ريال للخال والعريس، وهدية مقدمة من حسن غلوس، وهدية مقدمة من الشيخ علي طامي. هذا علمنا، ونسأل الله للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم، صفكم وافي وعطاكم وافي، وأنتم ضيفين، أنتم ضيوف مضيفين وليس ضيوف. الله يحييكم ومرحبا، هديتكم مجملة وعطاكم مجمل، وأبو سند يستاهل الجميل، وعلي طامي وافي ومن معه، فالله يحييكم جميعا. تفضلوا، حياكم تفضلوا، حياكم الله، مرحبا، حياكم الله، اهلا وسهلا، مرحبا، الو، حياكم الله، مرحبا ومسهلا. تفضلوا، حياكم الله، مرحبا، حياكم الله، الله يحييكم.